في باقي الدول الأخرى عما يجري. هناك أيضا معنا عبر الهاتف رئيس اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا محمد الرشيدي. مرحبا فيك أخي محمد. أهلا وسهلا بكم، وأسعد الله مساءكم بكل خير أيها الشباب. وأسعد الله مساءك بكل خير. أخي محمد، كيف تابعتم قضية الطلاب اليمنيين زملائكم المتواجدين حاليا في مدينة ووهان الصينية؟ والله أخي العزيز، كل قضية تأتي أعظم وأشنع من الأخرى، وكل يوم لنا مشكلة، وكلما قلنا أن المشاكل عسى أن تنتهي تزداد فجوة يوما بعد يوم. وهذا يعني نتيجة بسيطة جدا، لأنه لا توجد سياسة ووسيلة حقيقية لمعالجة المشاكل أولا بأول. لكن يقول البعض هذه يعني مشكلة ليست بسبب ربما الحكومة الشرعية أو تقصير منها، وإنما هذا حدث عاجل وطارئ حدث في مدينة الصين والجميع تضرر منه حتى السكان الصينيون. فإلى ماذا تلمح يعني في كلامك مثلا؟ شك انه ليس سبب من اسباب الحكومه اليمنيه، ولكن هذا اثر. يعني نحن اليوم نتحدث عن مشكله اخواننا زملائنا في الصين، نسال الله ان يعافيهم وان يوفقهم. نحن نتحدث عن مشكله هي واحده من بين عشرات المشاكل التي يعاني منها الطلبه المبتعثين. يعني تخيل لو انه لا توجد هناك مشاكل للطلبه المبتعثين، سنكون امام مشكله واحده، وهي مشكله طلاب اليمن في الصين. لكن الآن نحن أمام مشاكل متعددة ومتراكمة لها سنوات وأشهر طويلة جدا يعاني منها الطالب المتعثر. طيب هل يمكن أن تذكر لنا جزء من هذه المشاكل التي تحدث للطالب المتعثر خارج؟ أول مشكلة وأهم مشكلة، والتي بحت أصواتنا ونحن نتحدث عنها، هي المستحقات المالية. انتظام المستحقات المالية للطلاب المبتعثين هي كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. هي كارثة لماذا؟ لأن الطالب يعتمد اعتماد أساسي ووحيد على هذه المستحقات المالية. عندما تأتي وتقطع عنه هذه المستحقات المالية وتؤخرها لأشهر كثيرة، هذه مشكلة ستؤثر طيب نفسيا. أخي محمد، لربما أنت أيضا استمعت قبل قليل إلى الدكتور خالد الوصابي نائب وزير التعليم العالي، وبالتأكيد أنتم تعرفون، تحدث قبل قليل بأن الربع الثالث تم تسليمه في وقته تقريبا في شهر أكتوبر، وكل الطلاب بلا استثناء تم تسليمهم، هكذا قال فقط تبقى الربع الرابع ولم يأتي أوانه حتى الآن. وأيضا الوزارة إلى جانب ذلك فعلا تمر بأيام صعبة بسبب عدم تواجد الحكومة في عدن وبسبب الأوضاع السياسية هناك. هل هذه التصريحات التي أوردها قبل قليل فعلا صحيحة بالنسبة لكم أنتم كطلاب؟ عفوا أخي العزيز، ربما هناك التباس كبير في فهم، أنا ما أظن أن الدكتور سيقول هذا الكلام إلا لأنه هناك التباس في فهم ما قاله الدكتور خالد الوصابي. الدكتور خالد الوصابي ربما يتكلم عن الطلاب في الصين، ربما الطلاب في الصين كما أخبرت اليوم أنه تم نعم، هو تحدث عن الجميع، تحدث عن جميع الطلاب. لا أما عن جميع، نحن لم نستلم الربع الثالث حتى هذه اللحظة، بل لم تصل الكشوفات المالية. يعني هناك عندما تصل الكشوفات المالية تحتاج الحكومة إلى من أسبوع إلى أسبوعين إلى 3 أسابيع حتى تحول الأموال. إذن أنت تنفي كلام دكتور خالد الوصابي نائب وزير التعليم العالي بأنه لا يوجد حتى الآن صرف للربع الثالث للطلاب المبتعثين في الخارج، أو حتى الكشوفات المالية ربما لم تجهز حتى الآن، أليس كذلك؟ حقيقة هذا هو نعم. الحقيقة أنه الطلاب لم يستلموا إلى الآن الربع الثالث. الربع الثالث لأي عام؟ لعام 2019. نحن الآن المفترض أن الدكتور خالد الوصابي وحسين باسلامة ومعين عبد الملك يسلمون الربع الثاني من 2020 للطلاب المبتعثين. يعني لم يتم تسليم الربع الثالث في 2019، والآن أصبحنا في 2020، وهذا الوقت بالتحديد يجب أن يتم صرف الربع الثاني من هذا العام، وهناك أرباع متأخرة لم يتم صرفها حتى الآن، هكذا فهمت من ضيفي الكريم رئيس اتحاد الطلبة في ماليزيا أخي محمد الرشيدي، شكرا لك على كل حال. الآن نعود إلى المنشورات